السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد، هنعمل مع بعض وصفتين. الوصفة الأولانية هتبقى على الأكل، الوصفة التانية هنعملها في المية. الوصفة ديت إن شاء الله هتبقى لزيارة البيض معانا، عشان ناس كتير سألت قالت يا مشامة أنا عندي البيض قطع من زمان، وفي ناس برضو كانت سألت قبل كده أنا عندي البيضة صغيرة. يمكن أنا عملت لكم الحلقة اللي فاتت وصفة بخصوص البيضة الصغيرة، كنت قلت لكم الرز المسلوق كويس جدا يا جماعة، له طيور عندنا في نفس الوقت حلو قوي للإسهالات وحلو قوي لزيارة البيض. تمام، أي رز بيت عندك بواقي بيت دايما على طول عودي نفسك حطها له طيور، وشوفوا بعد كده إن شاء الله البيض هيبقى عامل عندك إزاي. حتى لو كان الفراخ قطع عندك، ده بسم الله ما شاء الله بيخلي دايما العنقود حاضر والفراخ بتاعتك تبيض كتير. وفي نفس الوقت كمان لو انت عندك الفراخ عتاقي، خدوا بالكم يا جماعه انا بقول لكم الفراخ عتاقي يعني كبيره مش شمور. في فرق بقى ما بين الفراخ الصغيره، بين الفراخ الصغيره اللي بتبقى لسه مبشره بتبقى شيء طبيعي البيضه بتاعتها بتبقى صغيره، اما بعد كده واحده واحده بتبقى الفراخ البيضه بتاعتها بتكبر شويه بشويه. بس لقيت في ناس بقى بتقول لي انا عندي يا مشيماء الفراخ قديمه وبقالها سنه والبيض بتاعها ما بيزيدش عن بيض الحمام، يعني يعتبر كبيره في السن يعني بمعنى اصح، والبيض بتاعها بيبقى صغير يعني زي بيض الحمامه كده. فاحنا يا جماعه عملنا لكم وصفه كويسه اللي هي وصفه الرز. قلت لكم الرز كويس جدا دايما حطوه لو انت عندك بواقي حطها على اكل الفراخ. ما عندكيش ممكن تجيبي كبشتين كده صغيرين وتسلقهم واعملهم مرتين في الاسبوع وتفرجي بقى وشوفي بسم الله ما شاء الله على حجم البيض عندك. اما النهارده بقى ان شاء الله كده انا عامله لكم وصفه حلوه قوي. الوصفه دي يا جماعه يمكن في دكاتره مخصوص عملوا عليها ابحاث وفعلا لقوها كويسه جدا وممتازه لزياده البيض. دي اول حاجه معانا. تمام، فانا كده عايزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو اللي لسه ما حطش لايك لغايه دلوقتي، ويجي معانا ويشوف الفيديو بتاعنا النهارده هيتكلم عن ايه وايه الوصفه اللي احنا هنعملها. مبدئيا كده يا جماعه بس قبل ما اخش في الوصفه هنتكلم كلمتين سرعة علشان التعليقات اللي هي جات لي بخصوص البط اللي كان نايم. انا قلت لكم يا جماعه لو انت عايزه البط يوصل معاكي محدش بس يفكر ان انا عديت من موضوع لموضوع، انا بس برد على سؤال. تمام، عشان الناس اللي هي بتقول انا عندي البيض ما بيطلعش وانا عندي يعني كم مره ما بيطلعش عندي والكلام ده كله، اتكلمتكم وقلت لكم احسن حاجه علشان البط يطلع معاك كويس يعني ويطلع مضمون وتضمني نتيجه كويسه، اعزل البط اللي نايم في مكان لوحده ما يكونش فيه لا فراخ ولا يكون في بط ولا الكلام ده كله. انا كان عندي يا جماعه البلكونه زي ما انتم شايفين، عندما البط جه يبيض رحت انا عازله البطتين لوحدهم وبينهم مع بعض. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده نكتوا البيض كله ما شاء الله. تمام، ده بس رد على سؤال، انا مش بدخل في الموضوع ولا حاجه بس انا كنت برد على السؤال دول. تعالوا بقى كده نرجع للوصفه بتاعتنا زي ما قلنا. وعلى فكره برده قبل ما اخش في الموضوع الثاني معلش، انا لقيت برده عندي يا جماعه النهارده بسم الله ما شاء الله بطتين بط ثاني بطتين، فهسيبهم برده في نفس المكان. نظفت البلكونه ونظفت لهم القفص وفرشت لهم فرشه جديده، بس اهم حاجه بدري المكان. طالما انت عندك بطه كانت نايمه وشلتها بدري المكان بالملاسيوم علشان الناس اللي هي لسه يعني بتشوف قناتي الاول مره ولا حاجه او مقابلها الفيديو بتاعي بالصدفه، في يا جماعه بودره اسمها ملاسيوم 5% دي بنرشها في اي مكان. لو انت عندك حتى فراخ نايمه ولا حاجه رش المكان علشان البيض ممكن في ولده بتموت في البيضه بسبب الفش دي، رش المكان. البطه عندك نايمه برده رش المكان بودره ورش في قلب القفص ذات نفسه بودره بالطريقه ديت. لو البطه قعدت عندك شهرين اثنين عمرها لا هتفوش ولا هيبقى تحتها سوس ولا دود ولا الكلام الفاضي ده كله. تمام، تعالوا بقى كده نرجع يلا للموضوع بتاعنا تاني ونشوف المكون اللي احنا النهارده هنحطه للفراخ بتاعتنا هو ايه. مبدئيا كده انا هعلف معاكم الفراخ. تعالوا بقى كده نعلف الفراخ الاول. ده العلف بتاعه مهوت عيش على دش، لو فيه شويه رده ولا حاجه بنحطهم، عندك بواقي بقى يعني اكل ولا حاجه برده بنحط في شويه برده علف اهو عشان دايما الفراخ تبقى ماشيه معاك كويسه كده على طول وما تقطعش بيض. يعني انت لو انت عندك شويه علف ولا حاجه اهو حاجه بسيطه بس كده مش هنكتر. وبقلبوا لهم على العلف زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى كده هنشوف النهارده انا هحط لهم اعلى الاكل. وعلى فكره يا جماعه انا عايزاكم تجربوا الموضوع دوت وشوفوا نتيجته بعينكم. ده المكون اللي انا هحطه النهارده للفراخ عندي،
فراخ، بط، حمام، اي نوع طيور عندك حط لهم ده على العلف وشوفي النتيجه انت بعناكي وازاي. وده كده اهوت انا هحطهم على العلف زي ما انتم شايفين كده اهو، يعني يعتبر كده كبشه كده 3 معالق كبار اهو، وهقلب لهم على العلف كده اهو زي ما انتم شايفين، وهدي لهم ياكلوا. ده كده انا حطيتها لهم اهوت، وبسم الله ما شاء الله الروم بياكل، الفراخ بتاكل، كل الطيور هتاكل. انا عملت كده ليه؟ علشان تفضل الفراخ عندي دايما على طول ما تقطعش بالبيض، والبيضة بتاعتها تبقى كبيره ومعقوله. برضه عندي بط بسم الله ما شاء الله بدا ان هو يبيض زي ما قلت لكم، ده على طول دايما حتى لو البط عندك ما يعني ايه غاب شويه في البيض ولا حاجه، ده ما شاء الله بيحفز ان هو البيض على طول دايما بيبقى محضر اللي عنه قول. تعالوا بقى كده نشوف برضو، انا عملت وصفه كويسه جدا حطيتها لهم في الميه. ده كده برضو الوصفه دي ان شاء الله انا هحطها لهم في الميه زي ما انتم شايفين. انا عملت ايه؟ هطلعها لكم ميه علشان يعني ايه، طبعا انا ما صورتش ولا حاجه الحته ديت ما صورتهاش. ده كده يا جماعه الوصفه برضو اللي انا عملتها لهم في الميه، يعني لو انتوا بقى يعني شايفين معايا اهو، ده قرفه، قرفه خشب، وده ليمون انا مقطعاه، معلقتين كبار كركم برده قصدي حبه البركه، وليمونتين ثلاثه كده زي ما انتوا شايفين، ومسكتهم غليتهم حوالي 10 دقائق اهو عشان تكونوا بس الناس اللي هي يعني ايه خلي بالها معايا. ده يا جماعه ده قرفه وليمون ومعلقتين كبار حبه البركه، غليتهم كده في قلب الميه وهحطهم. خلي بالكم بقى في الميه، تعالوا بقى كده نحطهم مع بعض. ده كده يعني حوالي كوبايتين غلطهم اهوت وهحطهم. هنعمل الموضوع ده بقى كده مرتين في الاسبوع على الاقل هيبقى حلو قوي. اما الليمون بقى اهي، ده الليمون وحبه البركه اللي انتم شايفينه دوت، ده برده انا مش هرميه، انا هحط لهم على الاكل ياكلوه اهو، لان الليمون يعتبر مسلوق برده ويبقى حلو قوي. يا دوبك القرفه بقى اللي هنرميها والباقي كله هنحط على الاكل بتاع الطيور. القرفه بقى الخشب، لان طبعا مش هيعرفوا ياكلوا القرفه اهي، ده كلهم هننفضهم كده اهو. وهنقلبها له. الليمون طبعا مستوي لانه مغلي وحلو قوي له. ده كده حطينا الوصفه لهم في قلب الاكل وفي قلب الميه. لو انت عملتها كده على طول يومين ثلاثه كده في الاسبوع، على الاقل يومين بلاش ثلاثه، اعملها بس يومين، مره في اول الاسبوع ومره في اخر الاسبوع، ده هتبقى ما شاء الله هتخلي البط عندك والفراخ حتى الوز كمان، يمكن انا عاملاه كمان علشان الوز بسم الله ما شاء الله تخلي الوز معاكي يبيض بدري. تمام، لو مشينا على طول بالموضوع دوت خلي بالكم الليمون ده يا جماعه ده يعتبر حلو قوي برده مضاد حيوي مع القرفه علشان لو في مشاكل تنفسيه ولا حاجه، ده يبقى حلو قوي للفراخ عندي، مش عشان الفراخ بتاعتنا كبيره والكلام ده كله يبقى ملوش لازمه ان احنا نغلي قرفه والحاجات دي كلها، لا الحاجات دي حلوه قوي للطيور بتاعتنا عامه كبار وصغيرين بنعمل لهم الحاجات دي. تعالوا بقى كده يا جماعه احنا خلاص خلصنا بقى هناك، خلصنا الخلطات والوصفه بتاعتنا، تعالوا بقى نعلب فينا الطيور بتاعتنا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. هنحط لهم الاكل بقى بكرين، انا مش عامله لهم النهارده وصفه ولا حاجه، يعتبر كده انا مريحه، لان طبعا مش كل يوم وصفات وصفات، لا انا يعني ايه ببقى رايحهم يوم يومين في الاسبوع كده زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. يمكن الفراخ ديت نوعيتها كويسه جدا، كل يوم بحس ان هي بتزيد يوم عن التاني بسم الله ما شاء الله. شايفين الديك البيضه المنظره حلو دي، دي بقى ان شاء الله انا هحوشها ليه. اما بقى يمكن فكر يعني حاجات تانيه كده شويه ديوك برده، لان الديوك كتير قوي زياده عن اللازم، ده هحاول ان انا ابيعها بقى. تعالوا بقى كده نعلفها الاول، تعالوا بقى كده نعلفهم النهارده كده بقى، انا هحط لهم علف صافي لان الدش والعيش خلص، فانا هحط لهم العلف بتاعه النهارده صافي بقى. ده كده انا حطيت لهم العلف صافي اهي، لان طبعا ما عرفش دش، انا كنت دايما معوداهم ان انا بحط لهم كبشه صغيره كده دش مع كبشه صغيره من العيش المدشوش على شويه فول صويا، فان شاء الله على ما ادش عيش تاني واجيب الحاجات دي كلها باذن الله وهنعمل لهم خلطه كويسه هتخليهم بسم الله ما شاء الله يومهم يجوا بيومين. تمام، فنصيحه برده يا جماعه للناس اللي هي بتربي فراخ شمرت في العمر دوت، حاولي ان انت ما تكتريش الدش ولا تكتري العيش في السن ده بالذات علشان الفراخ تكبر معاكي بسرعه وتجهل معاكي بسرعه، خلي 3/4 الكميه معاكي علف صافي تمام، والربع التاني متكون او اقل من الربع كمان متكون من عيش ودش
وعوضي الكميه اللي انت حطيتيها دش وعيش بفول صويا، يعني حطي لهم فول صويا علشان دايما يتقلوا ويبقى وزن كويس معاكي وانت بتبيعهم ولا حاجه ما يخسروش معاكي. تمام، حتى انت لو انت ذبحتي ولا حاجه الشموخ ده هو يجي معاكي بدري. ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تشيروا الفيديو وعملوا لايك للفيديو، واللي لسه بيشوف قناتي يعمل اشتراك للقناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.